أؤمر يا أخوي. جهزي فرشة سلام وأمري حدا من الصبايا يجهز له غيارة وحمومة. حاضر يا عمة. يا عمة ايش بتريدي؟ ارتاح انت يا عمة، فرشة وهيد متى حاضرين وانا بحمل للمي. وانت ايش خبرك برجوع الحين؟ سمعت عمي نصير وهو بيحكي معه. بتخبري حدا بعملتك هادي؟ ما ودنا حكايات مع عساف. يلا روحي. ليه كده يا شيخ سلامة؟ ليه؟ يعني ولا اديتني حقي وانت عايش ولا وانت ميت؟ عشت معاك على قد ما عشت وعمري ما حسيت ان انا ابنك. بس حتى شرع ربنا يا شيخ مش عايز يكون لي نصيب فيه. انت عارف يابا؟ باللي انت عملته ده قطعت اخر خيط بيني وبين الدار. انت قتلتني وانا حي. وانا من هنا ورايح مش هتجبر لحد. إذا كان أبويا عمل فيا كده، أمال الغريب هيعمل فيا إيه؟ بس كان أبويا ما حبنيش، عايز مين يحبني؟ عايز مين يحبني يا شيخ سلام؟ أيوة يا سيدي. تحت أمرك يا سيدي. كأنك جاي تتعارك معايا يا محفوظ. مش بعيد كمان تقول إن أنا اللي حركت أرضك، مش كده؟ مش هي دي الحقيقة يا عمدة؟ بتلوي دراع علشان خاطر أبيع لك الأرض؟ لا، أرض إيه يا أبو أرض أنت؟ وإيه شغل العيال اللي أنا أعمله ده؟ أنا اللي عاندني أولع فيه مش في أرضه. كنت اصبر عليا لحد ببيع المحصول. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. أنت بتحاسبن عليا يا محفوظ؟ لا، ده أنت كده عايز تتعلم الأدب من أول وجديد. أنا بنتي هتدخل بعد شهرين، أجهز جهازها إزاي يا عالم؟ ما خبراش والله. وبعدين أرضك دي ما تلزمنيش، شوف لك حد يشتريها وروح بقى للي ولع في أرضك قول له هو اللي يجهز لك بيتك مش أنا. حرام عليك يا عمدة، حرام عليك يا عمدة. معتصم بيعلي صوته على العمدة. يبقى يتربى. حرام عليكم يا عرب يا زلطة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أوه استغفر الله العظيم. تفتكر مين يا معتصم اللي بيعمل كل ده؟ بيقولوا في حد داير في النجا عمال يخرب فيه، والناس عمالة تتحدث عنه، بيقولوا عليه المتلتم. باه، كان هو المجند اللي بيعمل كل العمال دي؟ لا يا معتصم، ده انت من بكرة تبدر عليك في الكفر كله وتجيبهولي متكتف تحت رجلي. يعني أوامرك يا عمدة. اهلا اهلا ليلى هانم. ما تصوريش انا مبسوطه قد ايه عشان حضرتك نورتيني النهارده. خير يا سيف بيه؟ موضوع ايه المهم اللي ما ينفعش تتكلم فيه غير وانت بتلعب جولف؟ اصلي بتفائل قوي باللعبه دي، بيقولوا عليها لعبه النفس الطويل عشان المسافات البعيده. اهم حاجه ان الواحد ما يزهقش. بس انا زهقت بقى من اللعب. من اللعبه تحت الترابيزه. احنا هنرجع للفوازير تاني بقى ولا ايه؟
بالعكس لعبة الجولف دي لعبة صريحة قوي، ما فيهاش حوارات ولا غش، وقوانينها قوانين صريحة قوي، ودي اللي لازم نعتمد عليها في الفترة اللي جاية اللي هنلعب فيها مع بعض. انت لو مديت ايدك بالسلام يا سيف بيه محدش هيرفضها. ما هو ده اللي عايزك فيه يا ليلى هاني. انا قررت اصفي اللي بيني وبين سليم بيه ونفض المعركة اللي بيننا. مش هنبقى زي العيال الصغيرة كل شوية نشد الحاجة من بعض. احنا كبرنا خلاص، بقينا كبار السوق. والمطلوب؟ المطلوب ان سيادتك تقابليني بنوح بيه ونقعد مع بعض ونتكلم تاني. انا مستعد انفذ كل شروطه. بعد رأي المثل الصلح خير وخيركما من بدأ بالسلام. كلامك معقول قوي يا سيف بيه، المهم بقى انك ما ترجعش فيه. والله سيادتك انا نويت اتوب نصوحة وخلاص، قررت اصفي كل اللي بيننا. بص يا ستي هفهمك بتتلعب ازاي. في اول لعبه بنستخدم العصايه دي عشان المسافات البعيده، ولو الكره ما نزلتش في الحفره دي بنستخدم عصايه تانيه عشان ضربتها بتبقى اقوى. بابا انا خايفه. ليه يا حبيبتي؟ من ايه؟ خايفه بكره ما نسافرش. أنا عمري وعدتك بحاجة ما عملتهاش؟ أيوة، أنت بقالك يومين بتقولي هنسافر وما بنسافرش وأنا خايفة. طب يا ستي عايزانا نسافر فين؟ أمريكا. أمريكا؟ ماشي. أنا وأنتي ومين بقى؟ انت وسعيد بس. اه الله. طب وليلى؟ مش عايزاه. ليه يا حبيبتي؟ دي بتحبك. انا ما بحبهاش. ايوه ليه؟ عشان هي عايزك تاخدك مني وتاخد مكان ماما. ولا اي حد يقدر يعمل الكلام ده خالص على فكره. وقبل الهدف بكام خطوه بنستخدم المضرب ده عشان ضربته بتكون اقوى. ضربته ولا الموت، وساعتها مفيش مفر من الفوز. ممكن بقى لو سمحتي تطلعي على اوضتك وانا شويه هطلع العب معاكي فوق؟ حاضر. ربنا يخليك ليا. يلا اطلع.
طمنيني عليك يا آية. أنا عارفة إنك لسه خايفة. أنا فاهمة. لا مش زعلانة منك. خلاص هاجيلكوا قريب قوي عشان أشوفك وأشوف مليكة. حاضر يا حبيبتي. أنتي كمان خلي بالك من نفسك ومن مليكة. مع السلامة. انت مين؟ انا لولاها كان زمانك بتتحاسب دلوقتي. ما تخافش انا مش هاذيك. انا بلدي هنا. طيب يا سيدي هعتبرك قلت لي شكرا ميرسي حاجه من الحاجات الحلوه دي يعني. متشكر بس انا لازم امشي. تمشي تروح فين؟ انت اخرك دلوقتي تقوم تروح الحمام وتقع واسندك وارجعك هنا تاني. صحيح لو حبيت تعملها فعلا ابقى قول لي عشان اسندك بجد وادخلك بدل ما تزروت لي الدنيا والجو ده. انا مش من بيت اهلك يعني. انت مين اصلا وبتكلميني كده ليه؟ انا حنة ولقيتك على الطريق مرمي قدامي صدفه واكيد مش تطلع مباحث بدقنك دي. توقعت انك شغال في حاجه شمال بس صعبت عليا فجبتك هنا ولحقتك. حاجه شمال؟ شمال مخدرات اثار اي حاجه من الكلام ده. قولي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي امير. ماشي يا امير. قبل اي حاجه كده بقى انا في خطر؟ ما تقلقيش انت في امان. طب تمام شغالين في انتوا بقى؟ مش انت عايز تبقى في امان؟ ما تساليش بقى. ما تقول بقى ايه جو الافلام والاوفر ده؟ ما تقول شغالين في ايه؟ طب خلاص خلاص ما تتحمقش كده. مش لازم تقول انتوا شغالين في ايه. بس انت مش هينفع تمشي على فكره الا لما جرحك ده يلم بجد. هو انت دكتوره؟ يا سيدي دكتور. شفت حظك بقى؟ دكتوره بجد. انت كتفك ده كان متشخرم. انت تحمد ربنا انك كتب لك عمر جديد. تيجي نقوم ناكل؟ فيروز راحت فين يا نور؟ راحت فين؟ إذا تلعب معايا يا نور؟ مش بترد عليا يا نور؟ أنا جبت لها العروسة بتاعتها واللعب اللي بتحب تلعب بيها عشان لما تيجي
نلعب بيها سوا. اطلع اوضتك دلوقتي يا سعيد. لا لا، انا هفضل قاعد هنا لحد ما تيجي. وديني عند فيروز يا نوح. فيروز وحشتني قوي يا نوح. انا بحبها قوي يا نوح. عايزة أقول لكم إن السيولة اللي معانا مش هتقضي كل احتياجاتنا في الشغل الفترة اللي جاية، بس ما تقلقوش، أزمة وهتعدي. وده برضو مش معناه إن إحنا ما نحاولش نبدأ كل أعمالنا، يعني لغاية ما أخلص الإجراءات مع البنك في سويسرا. مش مشكلة يا مامي خالص، يعني عموما إحنا مش هنحتاج المبالغ الكبيرة دي كلها مرة واحدة. آه أنا عارفة، برضو في حاجة كده في دماغي بظبطها ممكن تحللنا جزء من مشاكلنا ان شاء الله، بس اهم حاجه الوقت. ما تقلقش، كل حاجه هتتحل في ميعادها باذن الله. ياسمين، خلاص اتفاقك مع المجموعه؟ ايوه، قابلت اعضاء مجلس الاداره وموافقين على السعر اللي احنا مقدمينه، وموافقين كمان على الدفعات زي المدير المالي ما جدولها. طب الحمد لله، كويس قوي. هو انت محتاج قد ايه عشان تبدا شغل في مصنعك؟ انا عملت دراسه جدوى وهحتاج مبدئيا كده 8 مليون. 8 مليون؟ إن شاء الله، إن شاء الله المبلغ هيكون موجود في الميعاد، هتبدأ شغلك في الميعاد. تقلقش، أنا مطمنة. أزمة وتعدي، وحنقف على رجلينا ونشتغل ونكبر شغلنا برضو. عايزين نثبت لكل الناس إننا لما اخترنا نبعد عن تجارة الموت كنا احنا صح. الحمد لله على السلامة، انت واللي في بطنك يا حبيبتي، بركة انك بخير. الحمد لله على السلامة يا ريهام. ايه يا ريهام؟ كنت عايزة تحرمينا من ضنانة ولا ايه؟ يحيى، أنا هنزل دلوقتي أعمل كم مشوار، وأنت اطمن على مراتك وكلمني. عايزين نشوف اللي ورانا. ما تيجي تشربي معانا حاجة؟ لا تعالى معايا انت واشربك ليموناتة تهدي أعصابك. ليموناتة ايه انت يا أخرى؟ يلا 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 وسيبيهم مع بعض، اتفضلي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا عينيك. هتموتني يا يحيى. ايه؟ يفرق معاك الموت قوي؟ ما كفاكيش اخويا؟ عايزة تموت ابني كمان؟ هو ده كل اللي همك مش كده؟ كل خوفك ده عشان ابنك، جاريك ورايا في المستشفى عشان ابنك، كل حاجة لابنك مش ليا صح؟ لا مش صح، حتى لو صح ليه يا رهام؟ جاب الأسود دي كلها منين؟ عايز تقتل ابني بايدك؟ طب عايز تحرميني منه وهفهمها وهعديها؟ انما عايز تحرمي نفسك انت كمان منه؟ هو انت ليه مش قادر تحس بحاجه؟ ليه مش قادر تحس ان انا من بعد موت بابا الله يرحمه وانا حسيت ان انا ضعيفه ومكسوره؟ انت نفسك يا يحيى لو كان حصل لك اللي حصل لي ده كنت عملت زي ما انا عملته اكتر كمان. صالح ما قتلش هاشم الذهب يا ريهام. بطلي وهم. لا قتله، قتلني معاه. وانا ما عرفتش ارجع اعيش غير لما عرفتك. كان نفسي تحميني وتقف جنبي وتسندني. حسيت ان انا بيك ممكن اواجه الدنيا كلها من تاني بقلب قوي. انت كنت محتاجه بودي جارد مش راجل تتجوزيه. هو انت ليه مش قادر تفهم ان انا بحبك؟ ليه مش قادر تفهم انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انا ما كانش قصدي يموت، وحاولت افهمك 100 مره انه ما كانش بايدي. يحيى انا لوحدي،
خليك كمل. أنا لقيت فيك عزوتي وأهلي. أنا حتى لما حاولت انتحر فده كان بسببك، عشان انت حسستني ان انت مش هتسامحني وان عمرك ما هتنسالي اللي انا عملته. انت البني ادم الوحيد اللي انا اقدر اتعكز عليه. بس العكاز انت كسرتيه. ما تحسسنيش ان انا ضعيفه قوي كده، اديني فرصه. صعبهاش على غيرها. بص يا بنت الناس، مفيش حاجة بعد الموت. بعد اللي انت عملتيه ده انا ما اقدرش اهددك تاني. مش اللي تهون عليه نفسه تهون عليه اي حاجة تانية. بس اقول لك كلمة قاطعة على فودنك، انت حرة في روحك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. بس روحك دلوقتي بقت موصولة بروح حد تاني يهمني. مش من حقك تنهيها. ريهام، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي، بلاش تحرميني منه. الحمد لله على السلامة. نوح، أنا عارفة أنت حاسس بإيه دلوقتي وقد إيه أنت موجوع، بس أنت لازم تتكلم. فيروز ما كانتش بنتك لوحدك، بس عشان خاطري أبوس إيدك قول أي حاجة. ده أنا ليلى يا نوح. مكنتش بتحبك فيروز، مكنتش بتحبك. لا كانت بتحبني. ايه اللي بتقوله ده يا نوح؟ هي كل الحكاية بس ان هي كانت بتغير عليك مني مش اكتر. في الباب وراك. مالك اخويا؟ مش من حق يا حسن. مش من حق حد غيرك اصلا. الشيخ سلام الله يرحمه كان يعرفنا اكتر من نفسنا، وهو فعلا اختار صح. حسن انت اكيد مصدق ان الشيخ سلام هو اللي اختار صح؟ طب اقسم بالله يا حسن ما كنت اعرف حاجه عن موضوع الامانه ده. يا ابني مصدقك في ايه؟ الشيخ سلام عارف بيعمل ايه كويس جدا. على فكرة بقى، لما بابا كتب لي في الوصية إن اللي يمسك الأمانة أطهر قلب في ولادي وفي ولاد الدار وفي ولاد الشيخ سلامة، اختارني واختارك. وأنت مفيش أطهر من قلبك يا عزيز. فاكر الشيخ سلامة الله يرحمه كان بيقول لنا إيه؟ كان بيقول لنا طهارة القلوب ما تقدرش على شر النفوس. مش تعمل طهارة القلوب في شر الجسد العليل. وانت جسدك مش عليل يا صاحبي، مفيش شطر من قلبك. بس انا خايف حسن، خايف ما كنتش قد الامانه اللي امنها لي الشيخ سلامه. انت قدها والله يا ابني، قدها ولا قادر يحمي الامانه طول الفتره ديت، قادر انه يحميها تاني. واحنا مش هنخلي حد يخشها حتى لو على جثثنا. وامير هنعمل معاه ايه؟ امير لسه جوه نضيف عزيز،
خلينا على الأقل نراه إن هو ابن الشيخ سلامة، وأكيد هيسامحه زي ما طلب منه. المهم دلوقتي نعرف إيه هي الأمانة، مش هنفضل قاعدين كل ده بنحمي حاجة وإحنا مش عارفينها. عاوز تدخل إمتى؟ النهاردة بعد الفجر، بعد ما أخواتنا كلهم يناموا. كيف حالكم يا الشياطين؟ تعال تعال، توحشتكم والله. كيفك يا جمع؟ جبت لكم حلوة كثير من العريس. با كيفك يا با ولدي؟ توحشتك كثير يا با، كيف حالك؟ رايق يا ولدي. شفتي لك بخير بتخلينا نصير بخير يا سبع. كيف حال دراستك وشهادتك؟ دوبي خلصت الامتحانات وعطول وجهت عليكم اقضي معكم الاجازة كلها. والشهادة يا سلام؟ شهادة كلمة متعود مني بقول وطول في المقدمة. ربي يجعلك في المقدمة دايم. ربي يخليك لي يا با. سلام اخوي. الحمد لله على السلامة اخوي. الله يخليك. طريقتك ترحم بالقبيلة من شان ارحم بيك براحتي. الله يخليك. اتركه يا عساف، روح اتحمم وارتاح لك ساعتين. الحمد لله على السلامة ابو رجال. الله يسلمك. انتظرك بعد ما تتحمم. سلام. على السلامة. الحمد لله على سلامة. سلام يا ابوي. تتنام ولا ايه؟ خير يا ريس رجب؟ ايه المصلحة اللي انت جايبني على ملاوي وش عشانها؟ العطارين بيجوا يشتغلوا معانا كده. العطارين؟ والله زمان. ام زين العطار مات. سليم العطار هو اللي بيدور الشغل دلوقتي وعايزنا معاه. واحنا خدامين اكل عيشنا. الشغلانه دي انت هتطلع فيها مع الرجاله. مش هيعمل لحد يبقى في ظهري غيرك. الموضوع بعون الله. بس ملغ سليم ان شحنه التوصيل هتزيد. مش كفايه ما بناخدش منه فلوس التخزين والتعتيق. من غير ما تقول الراجل كرمنا اخر كرم وحقنا هناخده قبل الشغلانه. ما دام حقنا هناخده قبل الشغلانه يبقى انا راكب معاك. يتيم الشيله المره دي تقيله مش زي لعب العيال بتاع زمان. تقيله ولا خفيف؟ هادي اول مره بالنسبه لي. ده انا اليتيم قد اللي هو اليتيم. الله، امين الحته الفلطيه اللي هناك دي يا رجب. دي بنت غلبانه ساكنه نواحينا جديد هي وجوزها. جوزها راجل غلبان اسمه الشيخ علي، هيشتغل معانا في الصيد. لا، ما دام سكان جداد يبقى ليهم حق الضيافه. دام جوزها راجل غلبان يبقى لازم نكرمه. تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم.